وهذه سيدة تقول: أنا امرأة مطلقة ورزقني الله تعالى عقلا ودينا وجمالا، وتقدم إلي شاب لم أجد فيه ما يرغبني في زواجه فرفضته، ولكنه أصر وأقسم على أن يتزوج بي، واحتال ذات يوم ودخل من شباك المنزل وتمكن مني فاغتصبني، وللأسف حملت منه وأصبحت لا أطيق الزواج منه، فماذا أفعل في هذا الحمل؟ وماذا أفعل في مصيبة هذه؟ قال العلماء: في الحمل غير الشرعي لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه، أي بعد 4 أشهر من الحمل، ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل. أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء. فبعضهم